كسر. يشهد زمان، يشهد زمان إنه التاريخ كلمة والمكان نغمة. مهما دار الزمان وتغير المكان، مهما تبدل البشر يبقى الوطن يغني، يبقى الوطن يغني تاريخك يا بشر. وسط الطريق الجبلية الوعرة للجنوب التونسي، كان يخيل لنا أكثر من مرة أننا ضللنا الطريق، لكننا عندما التقينا عماد المصور الفوتوغرافي الشاب الباحث عن نفسه وسط المجاهل، عرفنا أن مسيرتنا كانت وما زالت في الاتجاه الصحيح. الأمازيغ نسبة هامة منهم جنوب تونس، جبال مطماطة وفي جزيرة جربة، من سكان البلاد التونسية يستعملون اللغة البربرية اللغة الأمازيغية، وهم يطلقون على أنفسهم أنهم أمازيغ. طبعا الرقم هذا يتقلص مع مرور الزمن، مع الدراسة، مع تنقل الأشخاص، مع النزوح، مع الهجرة، لكن ما عندناش إحصائيات رسمية وهي غير موجودة. المجموعات البشرية الأمازيغية حاليا في شكل قرى متوسطة الحجم، في شكل مجموعات بشرية صغيرة، وهو في الواقع التفسير هو محاولة الإنسان أنه يكون متأقلم مع المحيط حتى يتمكن من العيش، لأنه المنطقة صعبة نسبيا، المنتوج نتاعها محدود، لما يكون فيه معناها تجمع كبير
ضروري يكون المنتوج كبير حتى المجموعة البشرية ممكن تعيش. لما يكون المنتوج ضعيف الانتشار يكون أكبر والمجموعات تكون نسبيا متوسط الحجم أو صغيرة. الصبر والمسافات الطويلة والصعود إلى أبعد مدى ممكن هو السبيل الوحيد للاقتراب من هؤلاء الناس. القراءة اللي هي دارجة يعني انه الامازيغ فروا من بنو هلال وبنو سليم واعتصموا بالجبال، هي قراءة خاطئة لامر بسيط. عندنا الدليل انه الجبال هذه مسكونة من فترة ما قبل التاريخ. الإنسان اللي يتأقلم مع المحيط نتاعه يتجنب السهول، يتجنب المناطق اللي فيها فيضانات، يتجنب المناطق اللي فيها الأمراض، يتجنب الأمراض المناطق اللي فيها خطر. كما أغلب مدن تونس موجودة على سفح الجبل. صمت، صمت الجبال، صمت فيه ترفع وقوة، كأن الوجود الإنساني غائب. هو أولا الأمازيغي ما عاش في الجبل، الأمازيغي عاش في كل شمال أفريقيا بحكم أنه وقعت نوع من التثاقف، بحكم أنه جزء هام منهم تعرب، بحكم أنه جزء هام منهم فقدوا اللغة الأصلية وفقدوا حتى العادات والتقاليد. اليوم لما الإنسان ينظر للبلاد التونسية يقول أه ما ثم أمازيغ إلا في المكان الفلاني، لكن اللي يسكن تكرونة ويسكن كسرة ويسكن السندة ويسكن تبرسق هو في الأصل أمازيغي.
ولو انساه ولو ما عادش عنده فكره ولو تعرب منذ العهد الحفصي ولا ربما حتى قبل. اليوم القرى اللي بقات امازيغيه موجوده في مناطق جبليه صحيح، لكن ظاهري هو انها تبان قرى صعبه، تبان قرى فارغه، تبان قرى ساكته، مش صحيح. خلف كل جدار وباب ومن بين الصخور حياة ما، وجوه ما. هنا يبدو العالم الخارجي غير موجود، فضاء مغلق على حدود التاريخ والجغرافيا. هي قرى منغلقة بالنسبة للتبادل البشري. القرى هذه ترفض مثلا الزواج من امرأة أجنبية على القرية، ومنغلقة تماما في صورة ما في الأوضاع خاصة، خطر، حرب، وباء. لكن في سائر الأيام لما تكون مثلاً في غياب الخطر، في غياب المشاكل، هي قرية باتصال مع القرى الأخرى حتى للتبادل التجاري. الحياة مبدئيا صعبة لأن الطبيعة صعبة والأمطار نسبيا قليلة، لكن الحد الأدنى موجود. الأمازيغي يتعاطى الفلاحة، عنده ماشية للتربية ويربي الماشية، يتعاطى أيضا التجارة، ومر بمرحلة كان عنده شبه اكتفاء ذاتي، لكن بحكم تطور البشر وبحكم الانفتاح وحكم العصر أصبحت الحياة تكاد تكون غير ممكنة، خاصة وأن المناطق هذه مرت في الستينيات في السبعينيات بانعدام التجهيزات، ما كانش فيه طرق معبدة، ما كانش فيه ماء صالح للشراب.
آلاف المواطنين غادروا القرى نتاعهم، مش حتى في المناطق الأمازيغية، حتى في المناطق الأخرى، وقع نزوح نحو المدن، وين مورد الرزق، وين إمكانية تعاطي أي شغل للحياة. في الخمسين سنة التالي كان الأمازيغي يتعاطى الفلاحة، كانت عنده ماشية، كانت عنده دواب، كانت عنده الإبل، كانت عنده، كان أيضا يتعاطى التجارة، كان ينتج، مثلا النساء كانوا ينتجوا الصوف، كان يشتغل من الصباح إلى الليل، لكن المردود كان محدود. بعيدا عن المعادلات الاقتصادية الصعبة، يحيون من أبسط ما أنتجه هذا البلد في تاريخه. النساء تصنع النسيج، الرجال الفخار. الأمازيغ شعب عبر العصور، قضية متاع ألف السنين. الحضارة حضارة، ممكن أنت تعجبك ما تعجبكش، ممكن تروق لك، ممكن تتميز ولا تخير حضارة أخرى، لكن ما تنجمش تطمس حضارة، لأنه وإلا تعطي حضارة أكثر من القيمة اللي هي معناها تستاهلها. ولهذا الأمازيغ سكان أصيلي شمال إفريقيا، اليوم معناها هم ملايين، منهم من بقي يحذق اللغة الأمازيغية، منهم من تعرب، منهم من في عبر العصور تكلم باليونانية، تكلموا باللاتينية، استعملوا الفرنسية، واستعملوا البونية، استعملوا عدة لغات، وبقات لغتهم قائمة الذات في أماكن
موجودة في عدد كبير، في أماكن في عدد نسبيا صغير أو قليل مثل تونس. ربما لأن هؤلاء الناس ظلوا يؤمنون في الحياة البسيطة، ظلوا رغم تعقيدات الحياة مصرين على البقاء. الأقليات عندها دور كبير. عندك أقليات عندهم لغة أو عندهم كتابة أو عندهم معتقد، عندها خصوصيات سواء كان في المنتوج أو في الملبوس أو في طريقة العيش أو في كذا، تصبح البلاد أغنى، تثري البلاد بالخصوصيات متاعها. كي تقضي أنت على أقلية يا أخي فقرت روحك، ربما حليت مشكل لكن حليت مشاكل جديدة عليك. يا مالي جاينا مرايا ذلالة، ويا يا ناس حما رحال بسلامة، لا تسبعي وقال يا وعي سيافات دموعي على كل حالة، على كل حالة بزات كما جاء وتاتات كما جاء تترجى زرقال وشاهد.